السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. في إحدى المباريات وأثناء مغادرة نيمار الملعب بعد تغييره بلاعب آخر، ركض نحوه صبي والدموع في عينيه لعناقه. كان بإمكان نيمار بسهولة السماح للأمن المحلي بمرافقة الصبي خارج الملعب، لكنه بدلا من ذلك تحدث إليه وحماه من رجال الأمن، كما أنه أهداه قميصه. ربما يكون أعظم شرف يمكن أن يتوقعه أي معجب من لاعبه المفضل. وهنا كريستيانو رونالدو يظهر لنا معنى كلمة الروح الرياضية والسلوك المشرف. خلال مباراة صعبة للبرتغال في مونديال 2018 أصيب كافاني في الدقيقة 71 بعد تسجيله هدفين للأوروغواي، مشيرا إلى أنه كان يعاني من مشكلة وبدأ يعرج خارجا من الملعب. وبدون تردد ركض رونالدو على الفور لمساعدة كافاني من أجل مغادرة الملعب، لكن الكثيرين يقولون أن ذلك حدث فقط لمنع كافاني من حرق الوقت لصالح فريقه الفائز. جميع عشاق التنس يعرفون أن نوفاك جوكوفيتش يحب أن يكون رجل استعراض، وخلال إحدى مبارياته رأى فرصة مثالية لإضفاء البهجة على يوم شخص ما خلال فترة استراحته القصيرة، وبدلا من ترك فتى الكرة يحمل مظلته قرر دعوته للمحادثة وشرب شيء ما. جلسوا معا على المقعد وتبادلوا بعض الكلمات لإسعاد كل من يشاهده. عندما حان وقت العودة إلى العمل صافح بعضهما البعض. لقد ترك نوفاك للصبي حكاية يرويها لسنوات عديدة. قد يكون ليبرون جيمس رجلا جيدا، ولكن ما الذي يتطلبه الأمر للحصول على عناق منه؟ حسنا، يبدو أن إحدى الطرق هي كسب 75,000 دولار. ألقى ستيفيان بالكرة مستخدما يدا واحدة من خط الوسط لكسب هذا المبلغ من المال، لكن هذا المبلغ كان نصف جائزته فقط، والجزء الغير متوقع من هذا الانتصار جاء من نجم الدوري الأمريكي للمحترفين. هذا المشجع بالتأكيد لم ينم تلك الليلة. الرياضيون الحقيقيون لا يفرحون إذا أصيب خصومهم. أثبت لاعب التنس البلغاري غريغور ديميتروف أنه منافس حقيقي في هذه المباراة التي جمعته ضد الإنجليزي كارل إدموند خلال نهائي بطولة بيرسبن، وعانى إدموند من تقلص عضلي منعه من إكمال المباراة. لكن الشيء المثير للدهشة هو أنه قبل أن يتمكن الأطباء من مساعدته أسرع غريغور لمساعدته، ولحسن الحظ تعافى إدموند في الوقت المناسب وتابع المباراة التي انتهت بانتصار مستحق لديميتروف. سيخبرك أي والد أنه إذا أعطيت شيئا لأحد أطفاله فيجب عليك أيضا منح نفس الشيء للآخر. اكتشف لاعب الهوكي الكندي دايل ويس ذلك عندما سمع أن أحد معجبيه الصغار كان مستاء جدا، لذلك قام برمي القرص نحو المدرج بغاية إسعاد هذا الصبي، تماما مثل أخيه الذي سبق له وأن حصل على واحدة من قبل. لحسن الحظ أن أغلب الرياضيين ذو قلب طيب، من السهل جدا منح المعجبين أفضل هدية. عندما تم استبدال نيمار خارج الملعب خلال مباراة خيرية أظهر مدى حبه لجمهوره من خلال منح هذا المشجع الصغير حذاءه الخاص. ربما اضطر إلى المشي حافي القدمين قليلا، لكن سعادة الصبي كانت تستحق ذلك بالتأكيد. حتى العظماء أمثال رافائيل نادال لا يستطيعون دائما تقديم أداء قوي، رغم أنه قدم أفضل ما لديه، لكن الأمور لم تسر كما كان مخططا لها، حيث اتجهت الكرة مباشرة إلى الفتاة المكلفة بجمع الكريات، وذهب نادال على الفور للاطمئنان عليها.
أصرت الفتاة الشجاعة على أنها بخير، ومن الواضح أنها تريد إكمال المباراة، لذلك قرر نادال الاعتذار لها بقبلة على خدها. الأمن من أهم عناصر نجاح التظاهرات الرياضية الكبيرة، لكن في بعض الأحيان قد تخرج الأمور عن السيطرة قليلاً. كان كريستيان بوليش على وشك إجراء بعض المقابلات بعد المباراة عندما ركض طفل إلى الملعب من أجل مقابلته، لكن عناصر الأمن تدخلوا بسرعة واصطحبوا الطفل إلى الخارج في تصرف يعتبره الجميع غير ضروري، لكن الجمهور انزعج من الطريقة التي كانوا يتعاملون بها مع المعجب، لذلك ترك كريستيان المقابلة وركض لمساعدة الصبي، وفي النهاية التقط معه صورة سيلفي وأعطاه توقيعا. هناك العديد من الطرق لإظهار التقدير للجماهير، ولكن القليل يعلمونها. لاعب الهوكي جوردان توتو كان على وشك المرور أمام هذا المشجع الشاب في طريقه إلى غرفة تبديل الملابس دون الالتفات إليه، حتى نادى عليه الصبي باسمه وكله حماس، وكان من الممكن أن يبتسم له فقط أو يلتقط صورة سيلفي معه، لكن بدلا من ذلك أعطاه عصا الهوكي الخاصة به. ليبرون جيمس هو أحد أفضل اللاعبين في الدوري الأمريكي للمحترفين، وبالطبع يلقى تشجيع الكثير من معجبيه بفضل مهاراته المذهلة في الملعب، ولكن هذا ليس كل شيء. بعد مباراة ليكرز تمكن من رؤية ليبرون وهو يعطي ذكريات اللعبة لجمهوره من الصغار، ولكن عندما وصل إلى آخر طفل نفذت منه الهدايا، وبدلا من تركه خالي اللويفاض أعطاه حذاءه الذي استخدمه في المباراة، وكالتفاتة إضافية لطيفة وقع عليه قبل تسليمه إياه. من السهل أن تسوء الأمور أثناء المباراة، ولكن كيفية التعامل مع هذه الأخطاء هو ما يحسم الموضوع. كان اللاعب الألماني ساشا زيفريف بحاجة لتسديد كرة جيدة إذا أراد الفوز بهذه النقطة، وهذا بالضبط ما فعله، لكن لسوء الحظ ارتدت الكرة واصطدمت خطأ بفتاة تجلس بين الجماهير. قلق اللاعب، ورغم أن الفتاة لم تصب بجروح خطيرة إلا أنه انتهز الفرصة الأولى للاعتذار وأعطاها الشيء الوحيد الذي كان في حوزته آنذاك، وهو عصابة رأسه، حيث ربطها في رأسها بنفسه. ينسى الكثير من الأشخاص أنه من المهم احترام كبار السن. عندما سمع جيمس هاردين أن هذه السيدة كانت تحتفل بعيد ميلادها 100 وهي تشاهده وهو يلعب، صمم على تقديم هدية قيمة لها، لذا اقترب منها لإلقاء التحية بعد المباراة وأعطاها كرة اللعبة. يمكنك أن ترى مدى حماستها لمقابلته وتبادل بعض الكلمات معه. قد لا يقدر الرياضيون قوتهم في أغلب الأحيان خلال مبارياتهم. في إحدى المباريات أضاع رونالدو ركلة جزاء حيث حلقت الكرة فوق العارضة واصطدمت برأس شرطية مباشرة على مؤخرة الرأس، دون تردد قفز فوق الحاجز لمساعدة المرأة المستلقية على الأرض، وفي النهاية تمكنت من النهوض، ولإظهار اعتذاره قدم لها قميصه الحقيقي كهدية بمجرد ما استعادت عافيتها. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.